في مياه الشرب. نعم. الوزارة وضعت بالتواصل وبالتعاون مع أجهزة الدولة ما يسمى الخطة القومية لإدارة الموارد المائية. حصل تجمعات ما بين وزارة الري وكل الجهات المستفيدة من المية، تأتي في مقدمتها وزارة الزراعة بصفتها أن حرفة الزراعة بتستهلك ما يقارب 85% من مواردنا المائية، مع وزارة الصناعة، مع وزارة السياحة، مع السادة ممثلي المحافظات في كل محافظة. نعم. تم وضع خطة قومية نحسب فيها المطالب المالية المطلوبة المائية المطلوبة لكل محافظة، وكذلك كمية المية اللي احنا كوزارة بنقدر نوفرها. ووضعنا ما يسمى استراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050. وأقدر أختصر حضرتك وللسادة المشاهدين المستمعين أن استراتيجيتنا كوزارة وضعت من خلال للتسهيل للمستمع أن احنا اختصرناها واختزلناها فيما يسمى أربعة ته، أربع محاور أن احنا نهدف لتنمية مواردنا المائية. أربعة ته، هذه أول ته، وترشيد المياه في استخداماتها، وتحسين نوعية المية واستخداماتها أيضا، وأخيرا تهيئة البيئة المواتية للاستخدام الأمثل لكمية صحيح. المية. جميل. ما حضرتك أقول إن إحنا بخلاف ما ذكروا عمر بي درويش من أعمال الصيانة والتطيرات اللي بتتم واللي بترهق كاهل الوزارة صفة مستمرة، ضمان الوصول المية للنهايات وري الزراعات وخلافه، إحنا أيضا بنعمل إعادة تأهيل الترع وإعادة أرنكتها بالشكل المناسب. نعم. كل ده من أجل أن نحافظ على كمية المية ونوصلها في الوقت المناسب وبالكمية صحيح. المناسبة. تمام. للزراعات فقط، للزراعات وللسياحة وللصناعة. لكل شيء طبعا. طيب باشمهندس، انا عايز انقل حضرتك لجزء خاص بالصعيد، واحنا بنتكلم على التطوير بصفه عامه، لكن واجه القبلي اتكلم على تطوير قناطر ديروت. كلمني تحديدا على هذا الموضوع، تطوير قناطر ديروت الى اين وصل حتى الان، قناطر ديروت والتكلفه قد ايه؟ احنا حضرتك القناطر بصفه عامه الوزارة فيها قطاع مختص بإدارة القناطر والخزانات الكبرى. تمام. مثلما بدأ بإعادة تأهيل وإنشاء إحلال وتجديد لقناطر أسيوط، عفوا بدأ بقناطر إثنى في الصعيد، ثلاثها قناطر نجح مالي، ثلاثها حاليا قناطر أسيوط اللي بتستعد إن شاء الله للافتتاح. دي قناطر ديروت اللي شايفينها مع حضرتك على الشاشة دلوقتي، لو حضرتك قدام الشاشة احنا عارضين جزء من الشاشة فعلا. نعم. هيتم إحلال وتجديد لهذه القناطر، ومن خلال عمل متكامل بيدرس على أعلى مستوى من خلال مكاتب خبرة واستشاريين كبار. نعم. تدخل معانا أيضا المحافظة في تحديد المحاور المرورية وتقاطعاتها مع السكك الحديدية. كل هذه المنشآت بتعد من ضمن الإنجازات الحية اللي قامت بها الوزارة للارتقاء بمنظومة الري في مصر إن شاء الله. نعم. جميل. برضو قبل ما انتهي مع حضرتك باللقاء سريعا كده، هنتكلم على قناطر الصوت الجديدة أيضا وما تمثله من نقلة في الفترة اللي جاية في موضوع الري. طبعا قناطر أسيوط معروف أنها بتغذي ترعة من أشهر الترع ومن أكبر الترع زماما في مصر، ألا وهي ترعة الإبراهيمية اللي بتأخذ مياهها من أمام هذه القناطر. طبعا العمر الافتراضي للقناطر تباعا بيحصل له تأخر، ومن ثم الوزارة كانت حريصة على إنشاء قناطر جديدة مكان أي أمطار قد يكون فيها بعض المشاكل الفنية. المهم إن إحنا في هذه القناطر بنعمل حجز الكمية مية بمناسيب أعلى. نعم. في البحيرات اللي بتنشأ أو البرك، بنسميها البركة أمام أو جنوب كل قناطر، بتساهم أيضا في تحسين أو في رفع كفاءة كهرباء وتوليد كهرباء جديدة. نعم. من ضمن الحاجات الحيوية اللي هتظهر ويلمسها المواطن المصري بصفة عامة أو من يتعامل مع الملاحة النهرية، هويس أسيوط. كان الهويس القديم في بعض المشاكل وبيعوق إلى حد كبير. نعم. حركة الملاحة النهرية، لكن دلوقتي الحمد لله مع افتتاح الهويس الجديد في تقدم كبير، وكل ده بيستشعر به المواطن والمزارع سواء في أسيوط او في المنيا يعني او بني سويف او الفيوم. يعني في النهايه الحقيقه بنؤكد على ان قطاع الري سيشهد طفره في السنوات القادمه من تطوير واهتمام من القياده السياسيه بهذا الموضوع، وقطاع الصعيد تحديدا والوجه القبلي سيشهد يعني هذا التطوير في الفتره القادمه.
هو مش هيشهد، هو بفضل الله بدأ يعني فعلا يشهد المستقبل يبقى افضل. الواقع احنا عندنا مساحات كبيره من مشروع المليون ونص مليون فدان ممتده في محافظات الوجه الابلي بصفه عامه، في جزء منها في جنوب مصر، في في غرب كومومبو، في منطقه المراجده في محافظه انا، في مشروع غرب المنيا وغرب المنيا، في كل هذه الاماكن فيها تقدم كبير واعتماد او توجه للاستخدام الامثل للمخزون الجوفي اللي بيعتبر مورد اساسي. صحيح. لابد ان نركز عليه في كلامنا على الانجازات. صحيح. احنا فعلا مش عايز اكرر الكلام اللي ذكره عمر بيه اللي هي الابار او دكتور حسام، الابار اتحفرت مناسيب وبتصرفات مقبوله جدا، بنراعي فيها ان السحب يبقى سحب امن حتى لا نجور على المخزون الجوفي اللي هو ممكن في وقت من الاوقات بيبقى الاستفادة فيه أو الاحتياج ليه كبير. تمام. دخلنا الطاقة الشمسية عشان نرشد في استهلاك الكهرباء، وعشان نحدد أيضا ساعات تشغيل الأبار الارتوازية اللي هتهدف إلى الاستزراع بما يحقق الأمان. نعم. المائي لمصر بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا يا فندم. سريعا قبل ما استكمل مع المهندس عمر الحديث، هنتقل مع حضرتكم الى تقرير اخر من تقاريرنا المصورة، والتقرير هيتكلم على جزء من بعض الانجازات التي تمت في قطاع الري. هنشوف هذا الجزء من هذا التقرير ونعود مرة اخرى. والانجازات في الخاص بالري، لو اتكلمنا عن مشروع التليمتري. مشروع التليمتري، نبدا في الاول بكلمه التليمتري. التليمتري كلمه تعني القياس او الرصد عن بعد، وده مستخدم في مجالات كتيره من الحياه. يعني حضرتك مثلا اعداد الكهرباء لما كان بيجي المحصل قبل كده او الغاز يقرا من بره، ده معناه ان هو تليمتري، رصد عن بعد. عندنا في حوضات الري احنا معانيين بالميه وتوزيع الميه وقنوات المائيه، فكان المعتاد زمان ان كان التوزيع عن طريق المناسيب، فكان بيجي البحاري العنصر البشري يقرا الرخامه ويبلغ المنسوب بشريا. لما الدنيا طورت الوزاره دخلت في نص التسعينيات في موضوع الرصد الالكتروني، فبدانا المشروع ده بالتعاون مع الجانب الامريكي، ودخل النظام التليمتري او رصد المناسيب في المجال والقنوات المائيه عن بعد في التاريخ ده. اهتمامات وتطورات كثيره في وزاره الري وخاصه في المنيا، ولكن ما يشغل المواطن اكثر ويشغل المسؤول هي المخرات. ايه هو التطوير اللي حصل في المخرات عندنا هنا في المنيا في الفتره الاخيره؟ تطور الدوله بدات تتجه لتطوير والاستفاده من مخرات السيول ومياه السيول. وحضرتك احنا موقع هنا بين في التطوير اللي خلال الفتره اللي فاتت العامين اللي فاتت مخر سير وادي الحساس، ده مخر طبيعي واتعمل فيه شغل حضرتك لحمايه الطريق والكتله السكنيه لقريه الديابه وقريه ابو جنيح ومنشات الحيويه اللي فيه، عن طريق انشاء سد ركامي لتوجيه المياه السيول بعيدا عن الكتله السكنيه واتجاهها وتوجيهها في المسار الطبيعي للوصول الى النيل، المصب النيل، وحمايه الكتله السكنيه والكره المجاوره ليها. المشروع ده تم تنفيذه بمعرفه اداره المشروعات بالتوسع الافقي باسيوط، وتكلفه المشروع دي قربت على 3 مليون جنيه. مصادر برنامج بصوت وصورة عرفنا من ضمن تطوير الري مشروع ترعة حافظ، لو اتكلمنا عرفنا المشاهد
بالمشروع ده نقول له ايه؟ المشروع ده عباره عن كان دراسه كانت عملتها مشروع الاتحاد الاوروبي من سنه 2015 بدا التنفيذ فيه من اخر 2017 وان شاء الله العمل مستمد فيه لحد اخر 2019 شهر 10 2019 ان شاء الله. اتعمل بدراسه حوالي 2.2 من 10 مليون يورو يعني ما يعادل 45 مليون جنيه مصري. الغرض منه ان احنا نطور الترع دي عن طريق عمل تكاسي للجناب بتاعه الترع او الميول بتاعه الترع عشان خاطر نحافظ على الميه، بالاضافه لتطوير 22 مسقه. الغرض الاساسي بتاع الترع دي ان احنا في عندنا محطه رفع من نهر النيل بترفع الميه من نهر النيل بتنزلها في الترع دي. من ضمن الحاجات بتاعه من ضمن الاهداف بتاعه المشروع ده هو زياده 3 وحدات رفع تاني على وحده الرفع الموجوده اللي هناك عشان تزود كميه الميه، وعمل التكاس عشان نحافظ على كميه الميه عشان خاطر ما يبقاش فيه بعد كده نقص او في اي سبب يخلي الميه تقل في الترع يعني. الفترة الأخيرة إيه اللي تم عندك في الفترة الأخيرة في خاصة في الثلاث أربع سنين اللي عدت؟ إيه اللي تم من تطوير؟ الأول كنا بنعمل مسا، بنعمل نوعين من التطوير، مسا مبطنة ومسا مواسير. كان بتدار بمكن ديزل سولار. الجديد ده تحول الديزل تحول الكهرباء. مشكلة ميزة الكهرباء أولاً بتحافظ على البيئة وثانياً سهلة في الاستعمال، يعني بتدوس على أزرار في لوحة كهرباء بتشغل المواتير على طول. غير بقى ما تحضر بالديزل وبتاع في الاول يعني. هذا التطوير لتحويل الديزل الكهرباء هل نعتبره انجاز؟ وان كنا نعتبره انجاز بالفعل ايه اللي بيرجع عليه المواطن؟ هو انجاز طبعا، انجاز ان انت تحول من مواتير ديزل لمواتير كهرباء ده في حد ذاته انجاز. من ايضا المشروعات القوميه الكبرى اللي لابد ان نذكرها ونقف عندها مشروع المليون ونصف المليون فدان، واعتقد محافظه المنيا من المحافظات اللي بتاخذ نسبه اكبر من اي محافظات اخرى من نسبه المليون ونصف المليون فدان. الري ايضا ودوره في عمليه استصلاح هذه الاراضي من ضمن هذا المشروع. المهندس عمر، المليون ونصف مليون فدان اعتقد عندنا في غرب المنيا 340 الف فدان، مش كده ولا لا؟ 370 الف فدان. ايه الراي هيبقى دوره ايه في عمليه ال... هو 370 الف فدان مقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى 80 الف فدان، المرحله الثانيه 140 الف فدان، والمرحله الثالثه 150 الف فدان. نعم. المرحله الاولى اللي هي 80 الف فدان دي تم انشاء 277 بير بتكلفه 450 مليون جنيه، ودي تمت بالكامل. نعم. وتم تخصيص 20 ألف فدان لوزارة الزراعة لاستصلاحها كمزرعة استرشادية، وال 60 ألف فدان تم طرحهم بمعرفة شركة تنمية الريف المصري، وبالتالي المرحلة الأولى تمت بالكامل. المرحلة الثانية بدأ تجهيز الدراسات ليها وتسليم الموقع، وان شاء الله تبدا الفتره اللي جايه. كلها بتعتمد على المياه الجوفيه. 370 الف فدان تعتبر محافظه المنيا من اكبر المحافظات. ده صحيح. اللي ليها نصيب كبير في مشروع المياه في المشروع ككل. كلها بتعتمد على المياه الجوفيه، كلها تم تغذيتها من المياه الجوفيه. اعتقد ان احنا عندنا مياه جوفيه في منطقه غرب المنيا متوفره فيها المياه الجوفيه. من المناطق العامره بالمياه الجوفيه منطقه المنيا بتاعتنا. طيب. من وجهة نظر حضرتك بقى، احنا عندنا في الفترة اللي جاية ستشهد اي قطاع تحديدا هيبقى فيه تطوير اكبر؟ هل ري شرق يعني هيبقى منحازين شوية لري شرق، هيبقى فيه جزء كبير ان ري شرق اعتقد فيه نسبة اراضي اكبر من ري غرب؟ اهو بالفعل دار شرق اكبر من دار غرب، لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا في وزارة الري حاليا بنشهد طفرة كبيرة جدا وممتدة من سنتين ثلاثة. تمام. ان القيادة السياسية وكل الدولة معانا وبتدعمنا بالكامل. صحيح. كل الامكانيات متاحة لنا من اجل الحفاظ على نقطة المية. نعم. لان المية هي الحياة. صحيح. مؤكد يا فندم، وانا سعدت بوجود حضرتك معانا النهاردة، ودايما متابعين مع حضرتك كل الانجازات الموجودة في قطاع الري في الفترة القادمة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنشهد الكثير والكثير من التطورات في كافة المجالات. شكرا جزيلا يا فندم. وانا بشكر حضرتك وبشكر القناة السابعة وكل الاخوة متشكرين جدا. شكرا جزيلا يا فندم. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع مع حضراتكم الانجازات في كل حلقة في كافة القطاعات، لابد ان نركز ان قطاع الري من اهم القطاعات.
الموضوعات الهامة في حياتنا، لأن قطرة المياه تساوي حياة. والتوعية اللي اتكلمنا فيها في منتصف الحلقة مهمة جدا بالنسبة للمزارع وبالنسبة للمواطن، التوعية في ترشيد استهلاك المياه سواء الاستهلاك المنزلي أو الاستهلاك عن طريق الزراعة. وبالتالي الدور مش هيبقى بس في عملية التوعية موجهة للحكومة، لكن احنا كمواطنين لابد أن يكون عندنا حس وطني وأهمية ترشيد الاستهلاك في الفترة القادمة. الإنجازات متعددة زي ما قلت لحضرتكم، لكن في مجال الري حاولنا نستعرض بعض من هذه الإنجازات خلال الأربع سنوات القادمة وما ينتظره هذا القطاع في السنوات القادمة أكثر وأكثر في الفترة القادمة وفي السنوات القادمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله. بنتوجه بالشكر في نهاية هذا اللقاء للمهندس عمر درويش مدير عام الإدارة العامة لري شرق المنيا، والشكر المتواصل لحضراتكم على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج بصوت وصورة. إلى اللقاء.